عندنا هنا في بلدتنا بالسودان إذا مات أحد يقام له المأتم والفراش عليه لمدة تزيد عن 3 أيام، بما فيها من الخسائر من ذبائح وأكل وشراب من بيت أهل الميت. هل يصح الفراش على الميت؟ وكيف تكون تعزيتهم في فقيدهم إذا علمت أنهم يفرشون في بيت الميت؟ وهل يجوز أن يأتي الجيران بأكلهم وشرابهم لأهل الميت مشاركة لهم في المصيبة؟ هذه المآتم التي تقام ما يسمونها بالعزاء ونصب السرادقات وجمع الناس فيها واستئجار المقرئين وصنعة الطعام والأشربة وغير ذلك، كل هذا من البدع المحدثة ومن الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما إذا كانت هذه المآتم تقام من تركة الميت، والميت ربما يكون عليه ديون، وربما يكون له ورثة صغار وقصار بحاجة إلى المال، فإن الأمر أشد، يكون أشد إثما وأعظم ضررا، فإنه مع كونه بدعة ومنكرا هو كذلك ظلم لأصحاب الحقوق، لأن التركة انتقلت بموت الميت انتقلت إلى الورثة، وإذا كان عليه ديون فهي للغرماء، فالأخذ منها لهذه المآتم المبتدعة هذا يجتمع فيه أمران: أولا أنه منكر، وثانيا أنه ظلم لأصحاب هذه الحقوق، وأمر ثالث من المحاذير هو أن إقامة هذه المآتم فيه شيء من الجزع والتسخط على المصيبة، لأن إقامة هذه المآتم هذه المدة الطويلة وجمع الناس فيها هذا معناه أنه جزع على الميت، والواجب على المسلم الصبر على المصيبة وعدم إظهار شيء من الجزع وعدم إظهار شيء من التأثر، بل يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب، هذا الذي يجب على المسلم. أما إذا أقام هذه السرادقات وهذه المآتم فهذا يعطي أنه لم يصبر وأنه في حالة جزع يحتاج إلى من يأتي ويجلس عنده ويمضي الوقت للتسلية. فالذي نوصي به وننصح به المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور وهذه العادات السيئة وهذه البدع المنكرة وهذه المآتم التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي مشغلة للوقت ومضيعة للمال ومجلبة للمنكرات، ولا خير فيها في حالة من الأحوال، لا للأحياء ولا للأموات. فالأحياء تعطل عليهم وقتهم وتستنفد أموالهم وتشغلهم بالبدع، والأموات لا فائدة لهم من هذه المآتم وهذه حفلات العزاء. أما العزاء المشروع فهو الدعاء للميت بدون إقامة مأتم، يدعى له كل مسلم يدعو لأخيه الميت بدون أنه يحصل اجتماع ويحصل، يدعو له بمفرده وبأي مكان يدعو للميت عند قبره أو في بيته أو في أي مكان، وإذا تقبل الله الدعاء يصل إلى الميت بدون عناء وبدون كلفة. وأما صنعة الطعام لأهل الميت وإعطائه لهم ليستعينوا به في حالة انشغالهم عن صنع الطعام في بيتهم فهذا شيء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصنع طعاما ويهدى لأهل الميت إذا كان هذا مقتصرا على أهل الميت فقط على بيت الميت، أما أن يهدى طعام للحفل هذا وللسرادقات فهذا لا يجوز، لأنه تشجيع على إقامة المآتم، تشجيع على مثل هذه الأمور، فلا يجوز أن يساعد وأن يدفع مال أو طعام لهذه المآتم، إنما يعمل طعام خاص بأهل الميت فقط لا للمجتمعين الذين يجتمعون في هذه المآتم، لأن هذا فيه مساعدة لهم على إحياء البدع. نعم، شكر الله لكم.